مشاهدي ومتابعي قناه اشواق حتاج، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بطاط من ديال الدار البيضاء. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا اختناق مروري كبير جدا، يعني السيارات حصلوا هنا في هذه المنطقه. هذا اول يوم في رمضان في الخدمه، يعني يوم اثنين بدايه اسبوع. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا كل شيء خارج، كل شيء راجع من العمل ديالو. يعني لولا تدخل بعض المواطنين لكانت بقى هنا الدنيا عامرة. هاي كما قلنا لكم مشاهدينا الكرام، نتواجدوا من ديال الدار البيضاء، يعني من وسط المدينه. اختناق مروري كبير، يعني بعد اول يوم في رمضان او ثاني يوم في رمضان، اول يوم في العمل، يعني يوم اثنين بدايه اسبوع، يعني كلشي راجع من العمل ديالو. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام اختناق مروري كبير. كيف ما كتلاحظوا معنا المشاهدين الكرام، الناس راجعة من العمل وكتسنى وسائل النقل انها توصلها للمنازل ديالها. كيف ما كتلاحظوا معنا نقص في وسائل النقل ايضا. المشاهدين الكرام، يمكن لي ان نودعكم في بث مباشر اخر ان شاء الله.